السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صديقي المتداول، إن كنت تحب التداول باستعمال نماذج الشموع اليابانية فهذا الدرس لك. اليوم إن شاء الله سنرى أفضل طريقة لتداول شمعة البينبار، ولكن قبل البدء في درس اليوم أصدقائي، أريد منكم أولا التوجه إلى الموقع beeprooftrader.com. ستجدون كتابا اسمه الدليل الأساسي للشموع اليابانية، به جميع نماذج الشموع اليابانية التي سنحتاجها في كل تداولاتنا. أنصحكم بتحميله انطلاقا من الضغط على ابدأ الآن مجانا، وتضع إيميلك الخاص وأرسل لك هذا الكتاب مجانا إلى إيميلك الخاص. كذلك أتمنى منكم أن تشتركوا في قناة التليجرام التي بها سوف نبدأ في وضع تحليلات يومية للفرص التي أراها مناسبة إن شاء الله. إذن هذا كل ما أطلبه منكم أصدقائي، والآن لنعود إلى درسنا الذي هو أفضل طريقة لتداول شمعة البينبار. وهذه الطريقة إن شاء الله، أو هذه الاستراتيجية التي سأريكم، تحقق نسبة ربح تتعدى 90%. فقط طبقوها بالطريقة الصحيحة، وسنرى لها عدة أمثلة. سنرى لها مثالا في سوق الفوركس، مثالا في سوق المواد الأولية، مثالا في سوق الأسهم كذلك، لتعرفوا أن هذه الطريقة هي طريقة خطيرة جدا، ولن تجدوها في أي مكان، فقط في قناة علم لا يعرف الكذب. لذلك أطلب منكم الاشتراك في القناة والضغط بقوة أصدقائي على زر الإعجاب ليستفيد الجميع، وشاركوا هذه الفيديوهات هي في المشاركة مجانا، شاركوها مع أصدقائكم ليستفيدوا. إذا أولا، ما هي شمعة البينبار؟ هذه هي شمعة البينبار. يعني شمعة البينبار ما هي إلا يعني نموذج أو شمعة، إذا كان هي شمعة انعكاسية، وإذا كان مثلا اتجاه صاعد والذي نهايته الشمعة، فهذا يقولون بأن هناك احتمال أن يرجع السعر. وإذا حللنا هذه الشمعة، شمعة البينبار، سنرى أن ذيلها كبير بالمقارنة مع جسمها. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني إذا رأينا هذه الشمعة، مثلا هذه الشمعة الخضراء التي هي شمعة البينبار، فكان السعر يعني كان السعر قد نزل إلى هذه المنطقة، وبعد ذلك تم إرجاعه بقوة، وفقط ليس فقط إرجاعه ولكن إقفاله في هذه المنطقة. ولاحظوا المسافة بين الذيل، مسافة بين الذيل هي كبيرة بالمقارنة مع جسم الشمعة، أو مع هذا الفتيل أو الذيل الذي يوجد بأعلى الجسم، مما يقول أنه كانت هناك مؤسسة كبيرة في هذه المنطقة قامت برفع السعر بقوة وإرجاعه إلى هذه المنطقة. كذلك هنا هذه الشمعة كان وصل جسمها إلى هذه المنطقة، يعني وصل السعر إلى هذه المنطقة، بعد ذلك تم إرجاعه بقوة وإغلاقه في هذه المنطقة. وكذلك لاحظوا هذا الفتيل، فهو صغير بالمقارنة مع الذيل، وبالمقارنة هو الجسم كذلك صغير بالمقارنة مع الذيل، مما يدل على أن هناك قوة شرائية لا في هذه المنطقة ولا في هذه المنطقة تغلب على القوة البيعية، يعني أن هناك مؤسسة كبرى هنا في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة تغلب على المؤسسات الموجودة في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة. كذلك نفس الشيء بالنسبة لهذا الشموع، هناك ذيل لاحظوا فهو كبير بالمقارنة مع هذا الفتيل أو مع هذا أو مع جسم الشموع، تلاحظون. بالتالي هناك بريشر، هناك ضغط بيعي قوي جدا في هذه المنطقة، مما يؤدي إلى انعكاس السعر، لأنه غالبا هذه الشموع تكون في اتجاه صاعد وينعكس السعر، وهذه الشموع تكون في اتجاه هابط وينعكس كسو السعر. إذا هذا هو الكونسبت، هذا هو مفهوم هذه الشموع. ما تقوله لنا هو يا إما أن هناك ضغط شرائي أو ضغط بيعي، بالتالي نحن سنستغل هذا المفهوم في تداولاتنا، سنستغله وسنقوم بتطبيقه في استراتيجية كما قلت قوية جدا، استراتيجية التداول تحقق نسبة ربح تتعدى 90% باستعمال نموذج البينبار أو شمعة البينبار. إذا ما هي هذه الاستراتيجية أصدقائي؟ سأشرحها لكم ثم بعد ذلك سنرى أمثلة. أولا أريد أن أرى مثلا في الاتجاه الصاعد، أريد أن أرى حركة قوية ثم بول باك ثم حركة قوية تكسر لي رأس هذا البول باك. طيب، بعد ذلك أريد أن أرى رجوعا إلى هذا المستوى، هذا المستوى سيصبح ماذا؟ سيصبح مستوى دعم، أريد أن يرجع السعر إلى هذه المنطقة ثم يرتد ليثبت لي أن هذه المنطقة قوية. بعد ذلك عندما يرجع السعر للمرة الثانية ويعطيني شمعة بينبار خضراء أو حمراء لا مشكلة، المهم أن تكون هكذا بهذا الشكل، هذه الشمعة بهذا الشكل سواء حمراء أو خضراء لا إشكال.
هكذا. في أي منطقة في هذا المستوى، في أي منطقة في هذا المستوى لا مشكل. ما الذي أفعله؟ أدخل فوقها مباشرة أصدقائي، أدخل فوقها مباشرة، هنا أدخل شراء. وقف الخسارة سيكون أسفلها بواحد اي تي ار، واحد افريج ترو رينج. تعرفون مؤشر اي تي ار؟ واحد اي تي ار ترون قيمتها عندما تريدون الدخول هنا، تلقون نظرة على مؤشر اي تي ار، وعندما تروا القيمة مثلا تضيفونها على ستوب لوس، بالتالي عوض ان يكون ستوب لوس اسفلها سيكون في هذه المنطقة مثلا. اوكي، وقد تستهدفون هذا كهدف اول، ثم تستهدفون 127 فيبوناتشي اكستنشن كهدف ثاني. اترك لكم الخيار لكم كما تريدون. اوكي، اذا هذا مثال في اتجاه الصعيد، لنرى مثلا مثال اخر في اتجاه الهابط حتى نفهم اكثر وحتى نضبط هذه الاستراتيجيه بطريقه افضل، و يعني نستطيع استعمالها في تداولاتنا. اذا ماذا اريد عندما يكون هناك اتجاه هابط؟ اريد ان ارى حركه قويه، وهذه الاستراتيجيه كما قلت يمكن تطبيقها في جميع الاسواق الماليه الكبرى، اسهم، مؤشرات، فوركس، مواد اوليه، وكذلك في جميع الفريمات، ساعه، 4 ساعات، 15 دقيقه، الدقيقه، اليومي، الويكلي، اي فريم. اوكي، طيب اريد ان ارى حركه قويه، بول باك، حركه قويه تكسر لي هذا المستوى بقوه، ثم بعد ذلك اريد ان ارى رجوعا الى هذا المستوى يثبت لي انه قوي، يرجع الى نفس المستوى هنا كذلك، يعني مستوى مقاومه. وفي هذه المنطقه اريد ان ارى شمعه بين بار هكذا، خضراء او حمراء لا مشكل. كما قلنا منطقه الدخول ستكون اسفل هذه الشمعه ببيبس واحد، وقف الخساره فوقها بواحد اي تي ار، يعني سيكون هنا مثلا، والهدف الاول ربما يكون هذه المنطقه، ثم 127 في فيبوناتشي اكستنشن. كما قلت لكم الخيار اصدقائي المتداولين. اذا هنا هذه الاستراتيجيه سهله بسيطه، لا يوجد اي مؤشرات، فقط برايس اكشن، فقط السلوك السعري. لنرى امثله لهذا السوق، لنرى مثالا في سوق الفوركس يو اس دي كاد. لاحظوا معي، لاحظوا معي، لنقوم بالتصغير، سأزيل هذه الاشياء. لاحظ ماذا قلنا، نريد نحن لا نلاحظ اتجاها هابطا. طيب لدي حركه قويه، قم بتغيير اللون الاسود، حركه قويه، بول باك، حركه اخرى كسرت لي البول باك، اين هي المنطقه؟ هي هذه المنطقه. طيب لنمسح هذه الاشياء. اوكي، اريد ان اضع منطقه هنا، هذه المنطقه هي منطقه ستصبح منطقه ماذا؟ منطقه مقاومه. بالتالي اذا كانت لدي بين بار في اي منطقه هنا هكذا، سأبحث عن البيع. طيب قبل ذلك ماذا قلنا؟ الشروط، أريد أن يرتد السعر إلى تلك المنطقة، يثبت لي أنها منطقة قوية، إذا تم الكسر، ارتد السعر المرة الأولى، أثبت لي بأنها قوية، عاد السعر، ثم ذلك عاد السعر لهذه المنطقة. لاحظوا شمعة البين بار، سأمسح لكي تروا تلك الشمعة، وسأقوم بالتكبير لنرى تلك الشمعة، لاحظوا معي. لاحظوا، تلاحظون شمعة البينبار، هناك شمعتين ولكن هذه الشمعة هي المهمة، شمعة البينبار. تلاحظون دائما يكون لدي تلك الشمعة، لا توجد أي، إذا لاحظتم في هذه المنطقة لا توجد أي شمعات بينبار، هذه هي الشمعة الوحيدة التي أعطتني منطقة الدخول، وهذه استراتيجية هي استراتيجية خطيرة وخطيرة جدا. إذا أين سأدخل أصدقائي؟ سأدخل أسفلها ببس واحد هكذا، وقف الخسارة سيكون فوق هذه المنطقة بواحد اي تي ار، لنرى الاي تي ار هو موجود، نعم الاي تي ار، قلت سندخل اسفل هذه البيبس واحد. كم كان الاي تي ار في هذه المنطقة؟ كان كم؟ كان 59، نعم 60، كان 6، لا هذا عفوا، هذا ار اس اي، حسنا سأقوم بمسحه وسأضيف الـ ATR، لقد يعني كنت أرى هناك شيء ما خاطئ، الـ ATR average true range، أنا كنت توقعت أنه الـ average true range. طيب هنا الـ ATR كم؟ كم تبلغ قيمته في المنطقة التي دخلنا فيها؟ يعني هذه الشمعة تبلغ قيمته 13 بيب، 9 بيبسات عفوا، 9 بيبسات. إذا سأضيف 9 بيبسات إلى هذه المنطقة هكذا هنا. طيب سأضيف 3 بيبسات، إذا وقف الخسارة سيكون في هذه المنطقة، ولاحظوا أول هدف في هذه المنطقة، ثم 127 في بلاش اكستنشن وإلى غير ذلك. تلاحظون إذا هذا أول مثال، مثال اليو اس دي كاد،
مثال يو اس دي كارد، ولنرى مثال اخر في نفس الزاويه. لاحظوا دائما نحن في اتجاه هابط، لدينا اتجاه هابط كما قلنا، حركه الاولى بول باك، حركه ثانيه اوكي، هذه هي منطقة مقاومة، عاد إلى السعر ثم عاد، أثبت لي بأنها قوية، وعندما عاد السعر لهذه المنطقة لم يعطيني شمعة بين بار. أين أعطاني شمعة بين بار؟ في هذه المنطقة لم يعطيني ولا شمعة بين بار هنا، إذا هنا لن أدخل في الصفقة. طيب بعد ذلك لاحظوا ماذا وقع، لاحظوا سنتتبع البنية إلى آخره أصدقائي. ما الذي وقع؟ كذلك في هذه المنطقة يعني أصبحت لدي هاتي هي الموجة بول باك، ثم عاد السعر لهذه المنطقة، هذه هي منطقة مقاومة، جاء السعر إليها ثم عاد، ثم جاء السعر إليها مرة ثانية ثم أعطاني، لاحظوا شمعة بين بار، تلاحظون هذه الشمعة، أين سأدخل؟ أسفلها، ستوب لوس فوقها بواحد اي تي ار، قد يكون هنا، ولاحظوا ما الذي وقع، بوم، لاحظوا النزول. إذا هذا مثال مهم ومهم جدا كما تلاحظون، وهذه هي الطريقة التي نستعمل بها ال 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 هذه الاستراتيجية، استراتيجية تداول شمعات البين بار. لنرى مثلا، رأينا مثلا في سوق الفوركس، لنرى مثلا في المواد الأولية. لاحظوا كم من مثال لدي هنا في المواد الأولية، لاحظوا أول مثال، هذا هو المثال الأول، لاحظوا. إذا لدي حركة قوية بول باك صعود، رجع السعر لهذه المنطقة، أثبت لي بأنه قوي، ارتد ثم عندما عاد، لاحظوا هذه الشمعة القوية هي شمعة بين بار، لأن الديل أكبر من الجسم. ندخل فوق هذه المنطقة، وقف الخسارة هنا بواحد اي تي ار، ما الذي وقع؟ صعود قوي وقوي جدا أصدقائي. نرى مثال آخر، لاحظوا كذلك، لاحظوا هذه حركة قوية بول باك صعود، رجوع إلى هذه المنطقة بول باك، أو عفوا نعم ارتداد، أو يعني صعود، اثبت لي بان هذه المنطقه قويه، عاد السعر لهذه المنطقه، ماذا اعطاني؟ اعطاني ماذا؟ شمعه بين بار. لاحظوا هذه الشمعه في هذه المنطقه، هذه شمعه بين بار، ما الذي وقع؟ بعدها بوم. طيب جميل، كذلك لاحظوا لنرى مثالا اخر، لاحظوا هذا المثال كذلك، ما الذي وقع؟ نزل السعر بقوة أصدقائي، نزل السعر بقوة، بول باك، لا عفوا ليس هنا ولكن هنا، هذه الموجة قوية، صعد السعر ثم نزل، عاد المرة الأولى ارتد، عاد المرة الثانية أعطاني شمعة بالبار، ثم بوم أول هدف هو المنطقة، أوكي؟ كذلك لاحظوا صعد السعر بول باك ثم سعد هنا، هل لدي أي شيء لنرى؟ سأقوم فقط بتحريك الشرط بعض الشيء، لاحظوا معي هنا، لاحظوا كما قلت حركة قوية بول باك سعد السعر، ارتد إلى هذه المنطقة ثم أثبت لي بأنه قوي، ارتد للمرة الثانية، أعطاني شمعة بين بار، نشتري. إذا اشترينا في هذه المنطقة ما الذي سيقع؟ ما الذي وقع؟ صعود قوي أصدقائي. هذا مثال على الذهب. لنرى مثالا كذلك على سوق الأسهم الأمريكية، ولنرى مثالا على الأبل. أبل أوكي، لدي مجموعة من الأمثلة هنا، أريدكم أن تفهموا هذه الاستراتيجية سهلة بسيطة دون أي مؤشرات ولا أي شيء، فقط برايس أكشن، فقط سلوك سعري. لاحظوا معي أين لدي الحركة القوية، حركة قوية بول باك، تم الكسر، عاد السعر لهذه المنطقة، أثبت لي بأنه قوي ثم رجع، وهنا في هذه المنطقة أعطاني بين بار، لم يعطيها لي على المستوى ولكن أعطاها لي في هذه المنطقة فوقها مباشرة، أدخل ستوب أسفلها بواحد اي تي ار، ولاحظوا ما الذي وقع. يعني ليس بالضروري أن تكون لدي الشمعة الأولى في هذه المنطقة هي البين بار، أي مكان أعطتني البين بار أدخل في الصفقة، تلاحظوا أي مكان أعطتني البين بار أدخل في الصفقة، لاحظوا تم إعطائي البين بار في هذه المنطقة، هذه البين بار أدخل فوقها مباشرة، وقف الخسارة أسفلها بواحد اي تي ار، تلاحظون ولم يكن هناك انعكاس كثير. طيب لنرى مثالا آخر، لنرى هذا المثال كذلك، لاحظوا حركة قوية بول باك، كسر البول باك،
اوكي كسر بول باك لنرى. يجوز ان نمسح نمسح ونعيد. اذا كما قلت حركة قوية، حركة قوية، بول باك كسر، عاد الى هذه المنطقة ليبين لي بانها قوي، ثم ارتد فوقها بقوة، رجع الى هذه المنطقة. اين اعطاني البين بار؟ هات هي البين بار، تلاحظون هات هي البين بار، او وتدخل فوقها، او اذا كنت شاكا في هذه البين بار ولم تعجبك يمكنك استعمال هذه البين بار كذلك، فهي بين بار قوية. هات هي تلاحظون هات هي البين بار، قم بوضعها هات هي البين بار كذلك، واذا دخلت فوقها بوم او فوق هذه صعد السعر، ثم عاد بعض الشيء، ثم بوم لم يكن هناك انعكاس كثير، وقف الخسر سيكون هنا تلاحظون. اما بالنسبه اذا دخلت في هاتي فوقف الخسر سيكون هنا تقريبا، ولم يرتد لانه تم الكسر من هنا ثم صعد تلاحظون. اذا كل الاسواق يمكن استعمال هاتي الاستراتيجيه وهاتي التقنيه بدون اي مشكل، استراتيجيه قويه جدا. لنرى مثالا اخيرا في سوق البترول او الاويل، اليو اس اويل. إذا هنا لاحظوا يعني مثال سهل واضح بسيط، ليس في أي مشكل، في اتجاه هابط السعر، نلاحظ أنه في اتجاه هابط، أعطاني حركة قوية، نقوم ب حتى عندي قلم، حركة قوية، بول باك، نزول، عاد السعر إلى هذه المنطقة للمرة الأولى، رجع، أثبت لي بأنه قوي، عاد للمرة الثانية، لدي هذه الشمعة. وهاتي الشمعة كذلك هي بين بار، ثم بوم تلاحظون. يعني كل في أي منطقة تدخل بعد البين بار يجب أن ينزل السعر بقوة ويدخلك في أرباح قوية 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 أصدقائي. إذا كما تلاحظون هاتي هي استراتيجية، أو هكذا نتداول، أو هاتي هي أفضل طريقة لتداول شمعة البين بار. إذا أعجبكم هذا الفيديو أصدقائي لا تنسوا الاشتراك في قناة العلم يعرف الكذب، و اضغطوا على زر الإعجاب بقوة بقوة أصدقائي، شاركوا هذا الفيديو، شاركوا مع أصدقائكم حتى يستفيدوا من هذه الاستراتيجية، لن تجدوها في أي مكان، استراتيجية قوية لا تحتاج إلى أي مؤشرات، فقط البرايس أكشن، استراتيجية برايس أكشن تحقق 90% من الأرباح. طبقوها وضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو إن أعجبتكم هذه الاستراتيجية وإن كنتم ستطبقونها. كان معكم هشام من قناة العلم يعرف الكذب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.